تتمتع مملكة البحرين ببيئة تنافسية مفتوحة تدعم نموها الاقتصادي وتسهم في تحفيز الإبداع وزيادة الفرص النوعية أمام المواطنين، مما جعلها وجهة مثالية للاستثمارات ومركز جذب لمختلف الشركات الإقليمية والعالمية. وخلال اتصال هاتفي حول هذا الموضوع، أوضح السيد باسم محمد الساعي عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أوضح أبرز العوامل التي ساهمت في جذب استثمارات مباشرة تفوق المليار دولار أمريكي خلال عام 2022. مملكة البحرين تتميز ناهية عندها بيئة جذابة للاستثمار ومميزات معينة تتمثل أن كلفة التشغيل فيها تعتبر من جدا منافسة وأقل تكلفة من عديد من الدول في المنطقة، وهذا شيء جدا مهم حق الشركات اللي تبي تتخذ مملكة البحرين كمركز إقليمي حق عملياتها، بالإضافة إلى توفر القوى العاملة المدربة واللي عندها مهارات متطورة، بنية تحتية قوية وبالأخص البنية التحتية الرقمية حق الاقتصاد الرقمي. بالإضافة طبعا نعرف أن احنا البيئة التنظيمية والرقابية من ناحية المصارف والمال، بحرين متطورة جدا، تعتبر من الدول السباقة في المنطقة على مدى طويل. وبالإضافة طبعا النقطة الأخيرة اللي هي جدا مهمة اللي هو جودة الحياة الموجودة في مملكة البحرين. دائما الزوار اللي يزورون مملكة البحرين يحسون براحة، يحسون أنه هي بلد مضياف، يعني يشجعهم على أنهم ينتقلون ويعيشون فيها.